أهلا بكم. شهدت الأيام الماضية في العراق العديد من الأحداث الدموية، أعمال إرهابية وتهديد لتجار وقتل لصحفيين وناشطين وإنهاء لتظاهرات بالعنف وقتل متظاهرين واقتحام الخضراء وإسقاط الدولة. ما هي حيثيات وأسباب اعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار الذي كان مقربا من نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي من الطبيعي أن يكون مدعوما إيرانيا؟ من يستطيع الاقتراب منه داخل العراق؟ لكن هذا حصل. قوة عراقية أمريكية مشتركة قامت بإنزال جوي في منطقة الدورة جنوبية بغداد ثم ألقت القبض على قاسم مصلح. بعد الاعتقال مباشرة انتشر مسلحون من عناصر الحشد داخل المنطقة الخضراء وسيطروا على بوابات الدخول والخروج وطوقوا بعض المقرات الحكومية داخل المنطقة وهددوا باستخدام القوة لإطلاق سراح قاسم مصلح. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام تداعيات السلاح المنفلت ولماذا يراد أن تكون الميليشيات فوق القانون وتقويض الدولة في العراق، وماذا تريد إيران من الحشد، حرس ثوري عراقي أم قوة فوق سلطة الدولة؟ كونوا معنا. الميليشيات والسلاح المنفلت وهيبة الدولة وقمع المتظاهرين واغتيال الناشطين، قضايا وتساؤلات معلقة لا تجرؤ السلطات في العراق البت بها أو الإجابة عنها وسط صراع محموم على السلطة والاستحواذ على الثروات. محاصرة واقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد من قبل ميليشيات الحشد إثر اعتقال القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح بقضايا إرهابية منها قتل المتظاهرين وتهديد الناشطين أعاد إلى الواجهة مشهد سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على الدولة في إثبات واضح أنها فوق القانون ولا يمكن اعتقال أي فرد من ميليشيات الحشد المقدس بزعمهم. هذه المواجهة لم تكن الأولى بين الكاظمي والميليشيات، فقد سبقتها مواجهات وتوترات عدة منذ الأسابيع الأولى لتوليه رئاسة الحكومة، انتهت جميعها برضوخ الحكومة لتصعيد الميليشيات، إلا أن ثمة انقسامات وحالة ارتباك وتقاطعا في المواقف هذه المرة وصلت إلى تبادل الاتهامات وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن حكومات الاحتلال وميليشياتها متعطشة لسفك دماء العراقيين وانتهاك حقوقهم الأساسية واستهداف كل مقومات الحياة في البلاد، وأدانت الهيئة قتل الناشطين واستهداف المتظاهرين المطالبين بإسقاط العملية السياسية ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشطين والإعلاميين المطالبين باستعادة العراق وسيادته واستقلاله. القوات الأمنية والميليشيات وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قامت باستهداف الناشطين والإعلاميين وتهديدهم إثر خروجهم في مظاهرات 25 من أيار، وأن حكومة الكاظم ارتكبت خرقاً آخر لدستور العملية السياسية في منع المتظاهرين من استخدام الطرق السلمية في التعبير عن الرأي، كما ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال قتلها واعتقالها وتهديدها للمتظاهرين السلميين. من جانب آخر، فإن البنتاغون يخطط للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق بحسب موقع ديلي كولر الأمريكي، فيما أكدت صحيفة واشنطن بوست أن العراق محتجز كرهينة ومحاصر من قبل الميليشيات لا سيما بعد محاصرتها المنطقة الخضراء. استمرار استخدام القوة لقتل المتظاهرين وترهيبهم وتغلغل ميليشيات الحشد في مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والسيطرة عليها على غرار الحرس الثوري في إيران مؤشر خطير على استمرار دوامة العنف ونزف الدماء واستمرار الفساد وتكريس الإفلات من العقاب وتأسيس دولة الميليشيات والعصابات في العراق. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وهم ضيفي في الاستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك أستاذ حاتم الفلاحي. وضيفي عبر الهاتف من عمان الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ عبد القادر. وأيضا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ينضم معنا عبر سكايب من فيينا. أستاذ ضياء مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي. الأيام الماضية شهدت العديد من الأحداث الدموية، أعمال إرهابية، تهديد لتجار، إنهاء لتظاهرات بالقوة، قتل لمتظاهرين وناشطين. كيف تابعت تصاعد هذه الأحداث مع أيضا بالتوازي مع هذه الأخبار التي جاءت في الأيام الماضية عن اعتقال القيادي في الحشد المصلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة في البداية دعني أقول بأنه المشهد العراقي بعد عام 2003 هذا هو طبيعة المشهد العراقي، زاخر بالخلافات السياسية والإشكالات الداخلية. حكومة الكاظمي، هذه الحكومة جاءت بعد أسقاط حكومة عادل عبد المهدي، هذه الحكومة جاءت كحكومة اضطرارية بالنسبة للطبقة السياسية العاملة في العملية السياسية، بأنه يجب أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء مقبول من جميع الأطراف، وبالتالي الحشد الشعبي نتيجة إخراج عادل عبد المهدي وسقوط أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وجرح أكثر من 30,000 شخص من المتظاهرين أيضا، كان لابد أن يأتوا بشخص يكون مقبول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل أتباع إيران في العملية السياسية. هذا الرجل لا ينتمي إلى حزب وليس لديه كتلة برلمانية تدافع عنه في البرلمان، فبالتالي هو ضعيف، تستطيع هذه الميليشيات أن تملي عليه الكثير من الأمور التي لا تستطيع إملاءها على مرشح آخر من كتلة أخرى. وإن كان المشهد العراقي بطبيعته بأنه مسألة الإملاءات والتوازنات كانت هي السائدة في المشهد العراقي طوال الفترة الماضية. بالنسبة لما جرى في الأسبوع القادم هو نتيجة لحصاد الفترة الماضية بالنسبة للطبقة السياسية. الحشد الشعبي منذ تشكيله هناك تصريحات صدرت من كثير من قيادات الحشد الشعبي تقول بأنه الولاء هو للولي الفقيه في إيران، وبالتالي حصلت إشكالات وانشقاقات داخلية في الحشد الشعبي، على أثرها خرج حشد العتبات المقدسة وانضوى مباشرة تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، بينما بقي الحشد الولائي موجود ضمن هيئة الحشد الشعبي. هذا الحشد يقول بأنه الفصائل الموجودة هي فصائل مقاومة إسلامية، وهذه الفصائل لا تأتمر بإمرة الدولة وإنما تأتمر بإمرة الولي الفقيه والحرس الثوري الإيراني. هناك تصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني سلامي يقول فيه بأنه لن تشكلنا في العراق ما يقارب 100,000 مقاتل، وفي سوريا أيضا 100,000 مقاتل، هؤلاء هم خط الدفاع الأول عن طهران إذا ما حصلت منازلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. طوال هذه الفترة الحشد استطاع أن يفرض إرادته السياسية بقوة السلاح في مسألة تشكيل الحكومة، عندما تم ترشيح الزرفي ورفضوا ترشيح الزرفي وقالوا لن نسمح بأن يأتي إلى رئاسة الوزراء، ثم بعد ذلك جاء الكاظمي لرئاسة الوزراء. حصلت حادثة الدورة وهي كانت علامة فارقة بأن هذه الميليشيات تعمل فوق الدولة ولا تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وتم إطلاق سراح الخلية التي تم ضبطها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في تلك الفترة. استمر الوضع العراقي على ما هو عليه إلى أن وصلنا الآن إلى هذه اللحظة الفارقة في المشهد السياسي العراقي. هناك تحدي واضح للدولة، هناك تحدي واضح للقانون، وهناك تحدي أيضا للإرادة الشعبية التي تقول بأنه يجب أن يكون السلاح المنفلت تحت سيطرة الدولة. فإذا ما أصرت هذه الميليشيات على ما فعلت في الفترة الماضية، فأعتقد أننا قد نتجه إلى مشهد دموي في الفترة المقبلة. وأما إذا تم تسوية الأمور كما حصل في الفترة السابقة، فأنا أعتقد بأن هذه الميليشيات ستعمل للسيطرة على المشهد العراقي أكثر مما هو عليه الآن. لماذا هناك تناقض وتبدل في الموقف بعد توالي تصريحات وتسريبات أن البنتاغون بصدد يعني الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي بايدن لتنفيذ أو توجيه ضربة جوية لمواقع الحشد هناك في العراق؟ هناك تغيير في الكلام. في البداية كانت الميليشيات تقول أنه لا يوجد قانون، في حين بعد أن توالت هذه التصريحات أصبحت الميليشيات تقول نحن هنا موجودين لحماية القانون وتنفيذ القانون. كيف تنظر هذا التناقض والتبدل في المواقف؟ نعم، لا شك بأنه الحشد الشعبي يحاول عندما تتفق الأوامر أو تصدر الأوامر وتتفق مع نستطيع مع رؤيته للأوضاع في العراق، فهو يقول نحن ضمن المنظومة العسكرية وضمن سيطرة القائد العام للقوات المسلحة، ولكن عندما تكون هذه الأوامر نستطيع أن نقول تعارض الكثير من سياسات الحشد الشعبي في المنطقة أو تعارض سياسات إيران، فلا عندئذ يقولون بأنه نحن
لا نأتمر بإمرة الدولة ويتصرفون كما يروق لهم. يعني ما جرى في الفترة الماضية حقيقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تم تنفيذ عدد من الهجمات في الفترة الأخيرة. هذه الهجمات كانت على مطار أربيل وعلى قاعدة عين الأسد في الأنبار، وبالتالي لم تكن هناك ردود من قبل القيادة الأمريكية على هذه الضربات، إضافة إلى أن هناك تهديد من قبل الكثير من القيادات بضرب السفارة الأمريكية أيضا في بغداد. لذلك هم يدرسون إمكانية الرد على هذه الميليشيات، ليس في سوريا كما حصل في الفترة الماضية، وإنما هذه المرة سيكون الرد على هذه الميليشيات في داخل العراق نتيجة استفحال هذه الميليشيات وتنفيذها لأجندة خارجية لا تصب في مصلحة العراق، لأنها طالما أن هناك دولة يجب على هذه الميليشيات أن تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة. ولكن عندما ترفض هذه السياسة وتقوم بتصرفات يعني هي خارج إرادة الدولة وخارج إرادة المجتمع الدولي، فأنا أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك مواجهة حقيقية لهذه الميليشيات. أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، يوم اعتقال القيادي الحشدي بررت فصائل ميليشيا الحشد تهديداتها بأنه لا توجد دولة في العراق وينبغي هي أن تطبق القانون. ترى كيف تنظر إلى هذا الأمر، أو ينظر المجتمع الدولي إلى موضوع الميليشيات في العراق التي تتسيد هي القانون والتي تحكم الدولة؟ السلام عليكم بالبداية، وتحياتي إلى ضيوفكم الكرام وإلى مشاهديكم. الحقيقة اللي موجودة بالوقت الحاضر بالآونة الأخيرة بما حدث من اعتقال قاسم مصلح، هذه العملية هي اتخذت العملية كدولة أرادت أن تنفذ يعني أوامرها وتعتقل من هو متهم باغتيال مواطنين عراقيين ناشطين في المظاهرات، وهذه مسألة قانونية ليست فيها أي شاكلة من ناحية القانون من ناحية الحقوق، ولكن الوضعية هي وضعية سياسية تريد إيران تثبت للعالم أنه عندها أذرع في العراق، وهذه الأذرع بالعراق تسيرها حسب ما تشاء، حتى ولو حدث انتهاكات حقوقية ضد الناس المواطنين العراقيين، والعالم يعلم أنه هذه الميليشيات تأتمر بأمرة إيران وبأمرة ولاية الفقيه، وهي المرجع الأساسي والمرشد الأعلى لهذه المجاميع البشرية الذي تنتهك وتقتل وتعدم بحسب ما ترتئيه المرجع ولاية الفقيه. هذا الحدث يثبت أنه للعراق وحتى للسيد كاظم هو رئيس الوزراء العراقي، حقيقة هو كلف بإدارة الدولة وليس من حقه أن يتبنى ويشرع قوانين ضد أي مجموعة أخرى، لأن هو تسيير أعمال. ولكن ما يحدث الآن في العراق المشكلة كبيرة، هل توجد حكومة عراقية؟ ما يصرحون الميليشيات والحشد الشعبي بأن لا توجد حكومة، وهم يدافعون عن القانون وعن حقوق الإنسان، وما يحدث بالمناطق وسط وجنوب العراق هم لا يرضون بهذه المظاهرات ولا يرضون بتحرك المواطنين ضد ما يحدث في العراق، هم يريدون يكونون فوق القانون، والحقيقة هم فوق القانون. نحن لا نخفي نفسنا أنه هسه بالوقت الحاضر بكون الولايات المتحدة الأمريكية هي المعنية بالأمر بالدرجة الأولى، أنه الانتهاكات التي تحدث وقصف السفارة الأمريكية قبل فترة 3 أو 4 شهور هذا حدث في العراق، ولم تحدث في أي بلد بالعالم تتجرأ عصابات إرهابية تقصف السفارات الأمريكية بالآونة الأخيرة. بس كان رد الأمريكان على هذا باغتيال قاسم سليماني وعبد مهدي المهندس. هذه حقائق اثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنه عندها الإمكانية والقدرة أن تردع الميليشيات. هل هي جادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي جادة بإعادة السلطة للعراقيين؟ بالوقت الحاضر لا توجد سلطة بأيدي العراقيين، لأن هي الميليشيات
وليتحكم بالميليشيات. الوزراء الموجودين والمدراء العامين الموجودين هم كلهم من قوات بدر والصدر والتيار الصدري والميليشيات، وكلهم من هذه المجاميع التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق. الولاء الموجود في العراق، يعني حتى الجيش العراقي، مع الأسف حتى الجيش العراقي مخترق، والشرطة والأمن العراقي مخترقة. يعني هذه احنا قاعد نشوفها واضحة، الانتهاكات لحقوق الإنسان لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، والتصريحات التي أذت بها بعض السفراء الموجودين في العراق مثل السفير الفرنسي والسفير البريطاني أدلوا بهذه التصريحات أنه لا يمكن الاستقرار بالعراق بوجود السلاح المنفلت وبوجود الميليشيات والعصابات. هذا الموضوع يعلمون به جيدا، ولكن متى ينفذ أنا لا أعلم بهذا الموضوع. نعم. حقيقة. نعم، ابقى معي أستاذ، سأعود لكم مرة أخرى أستاذ الشمري. أستاذ حاتم الفلاحي، هناك مبررات يسوقها إعلام الحشد من أننا مثلا، يعني نحن أمة الحشد، لا يمكن أن يعتقل منا أحد، لا يجوز أن يعتقل فرد من أفراد الحشد الشعبي، أو هناك مؤامرة على الحشد الشعبي، أو هناك، أو هم يصفون مثلا أن كل العمليات التي تشن ضد الحشد الشعبي أنها ضمن مؤامرة عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية. ترى كيف تصف هذه المبررات، وماذا يريد إعلام الحشد منها؟ نعم، في البداية دعني أقول بأن هناك حقيقة صراع شيعي شيعي الآن على السلطة والنفوذ في الدولة العراقية، وهناك فقدان ثقة ما بين الحشد الشعبي من جهة التابع لإيران، وما بين حكومة الكاظمي. فالحشد ينظر إلى حكومة الكاظمي على أنها حكومة أمريكية ومدعومة من قبل الغرب بشكل كبير جدا، وهي تحاول أن تقوض سلطة الحشد الشعبي في العراق. وكذلك حكومة الكاظمي تنظر إلى الحشد الشعبي بأن هذا الحشد هو حشد ولائي تابع إلى إيران، وينفذ أجندة خارجية لا تصب في مصلحة العراق. ولكن لن تصل الأمور بالطرفين إلى الاحتكام إلى السلاح، يعني عندما يقولون أن هناك مؤامرة، طيب أنتم الآن تقولون بأن الحشد هو جزء من منظومة، من المنظومة العسكرية في العراق، وهو تابع إلى القائد العام للقوات المسلحة. عندما يصدر أمر من القائد العام للقوات المسلحة باعتقال أي شخص كان، سواء كان قائد أو كان جندي باتهامات موجودة، فأنا أعتقد بأنه لا يجوز الاحتكام إلى السلاح، لأنه عملية الاحتكام إلى السلاح بأن هناك دولة موازية في العراق لا تريد أن تمتثل لأوامر الدولة العراقية في هذه الحالة. يعني إذن هناك إشكال حقيقي بأنه الحشد هو فوق الدولة وفوق القانون وفوق سلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذه القضية التي يتكلمون عنها بأنه جزء من المنظومة الأمنية، هو هذه المقولة خاطئة وليست صحيحة، لأنه الأحداث على الأرض تدلل على ذلك. حتى وإن كانت هناك مؤامرة، هل يجوز للحشد الشعبي أن يسحب السلاح وأن يقوم بتطويق المنطقة الخضراء؟ وهذه ليست الحادثة الأولى، وإنما هذه الحادثة الثالثة من نوعها، أن الحشد الشعبي عندما يقوم بأي إجراء ضد القيادات أو ضد شخصيات تعود للحشد الشعبي، مباشرة تنتشر المجاميع والعصابات المسلحة في بغداد، ثم يقومون بتطويق المنطقة الخضراء أو أجهزة حكومية ومقرات حكومية، لأنه هذا يعارض سياسة الحشد الشعبي. نحن أمام إشكال حقيقي، هذا الإشكال يتمثل بأن الحشد الشعبي لا يريد أن يمتثل لأوامر الدولة العراقية، علما بأنه سلاحه من الدولة، قدراته العسكرية والمالية والإدارية جميعها تتبع إلى الدولة، ولكنه لا يأتمر بإمرة الدولة. حتى لو فرضنا بأنه مثل ما يقولون بأنه الأمر الذي صدر هو غير قانوني، إذا كان الأمر غير قانوني هل يجوز أن نحتكم إلى السلاح وأنتم تقولون بأننا نحن ضمن منظومة عسكرية؟ لماذا لا يتم الاعتراف في البرلمان العراقي؟ أنتم لديكم الآن كتلة الفتح، هذه الكتلة هي الكتلة التي تمثل الحشد الشعبي في البرلمان العراقي، وهناك القانون أيضا التي يرأسها المالكي أيضا هي تدافع عن الحشد الشعبي بشكل كبير جدا. إذا كانت هناك إجراءات غير قانونية من قبل الحكومة، استدعوا رئيس الوزراء إلى البرلمان وقوموا بمحاسبته أمام البرلمان واتخذوا الإجراءات القانونية. ولكن أن تقوموا باستخدام السلاح، هذا السلاح المنفلت الذي يستخدم ضد الدولة، أنا أعتقد بأنه هناك إشكالية حقيقية بأن هذا الحشد
يريد أن يسيطر على الدولة، أو أنه هو سيطر على الدولة حقيقة. يعني لحد هذه اللحظة والقضية لم تنتهي لحد هذه، والتصعيد مستمر، والدليل على هذا بأنه الكاظمي قام بنشر لواء من القوات الخاصة واستبدل أحد الألوية اللي هو لواء 56 بلواء من القوات الخاصة لتعزيز المنطقة الخضراء في حال إجراء، وقام بنشر العديد من القوات في بغداد للسيطرة على الوضع في حال أنه الحشد أقدم على أي أمر آخر. هناك أيضا هناك حراك سياسي الآن لإقالة الكاظمي، على اعتبار بأن هذا الرجل بدأ يشكل خطر على كتلة القانون وكتلة الفتح في الانتخابات القادمة. طيب، هناك إشكال سياسي وهناك إشكال أمني وتحديات داخلية تفرض نفسها على الساحة العراقية. الكاظمي يريد فترة رئاسية قادمة، الفترة الرئاسية القادمة يجب أن يقدم قتلة المتظاهرين إلى المحاكم وإلى القضاء. الحشد الشعبي لن يسمح بهذه القضية، لأن هذه القضية قد تكون هي البداية في لاعتقال الكثير من الشخصيات هي التابعة للحشد الشعبي. يعني عندما يكون هناك فاسدين بالدولة العراقية، هل يتستر الحشد الشعبي وقيادات الحشد الشعبي على هذه الشخصيات الفاسدة؟ أم يقدمها إلى القانون؟ هم يقولون بأن نحن مع الدولة ونحن أوقفنا الدولة ونحن إلى آخره. يعني طيب، لماذا لا ترضون بأن هناك نظام قضائي يقدم للمحاكمة، علما بأن هناك شكوك من قبل الكثيرين بأنه النظام القضائي هو نظام مسيس ويؤثر عليه الحشد بطريقة أو بأخرى؟ نحن أمام إشكال حقيقي الآن في الدولة العراقية. هناك ضغوطات الآن لإقالة أبو رغيف مقابل التهدئة من قبل الحشد الشعبي، وأنا أعتقد بأن الأمور لن تنتهي عند هذه الحد حتى وإن تم تسوية هذا الأمر وتم إطلاق سراح قاسم مصلح أو تم اتخاذ الإجراءات القانونية. الحشد الشعبي بدأ يحسب حساباته بأن الكاظمي بدأ يشكل خطر كبير جدا على هذه المنظومة، وستكون له إجراءات في الفترة المقبلة. والكاظمي أيضا يرى بأنه وصل إلى مرحلة بأن الحشد لن يسكت على هذه الإجراءات، وستكون له أيضا إجراءات أخرى. لذا نحن نسير نحو التصعيد، وهذا التصعيد مثل ما تكلم وزير الدفاع جمعة عناد الذي قال بأنه لن نسمح بإجراء مثل هذه المظاهر المسلحة مرة أخرى في الدولة العراقية. وهذه رسالة واضحة إلى الحشد بأنه يمكن لنا أن نستخدم القوة، وأن القوة التي يمتلكها الجيش هي تفوق القوة العسكرية التي يمتلكها الحشد الشعبي. إذن نحن أمام حقيقة تصعيد كبير جدا من بين الحشد الشعبي من جهة، وما بين حكومة الكاظمي من جهة أخرى. نعم، أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ينضم معي عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام وبضيوفك الأعزاء. أستاذ عبد القادر أهلا بك. لماذا لا تريد ميليشيا الحشد الاحتكام إلى الدولة وتحتكم دائما إلى السلاح؟ لماذا لا تحترم الدولة مع العلم أنها يعني إمدادها وسلاحها كله من الدولة؟ هل تنظر إلى حكومة الكاظمي فعلا كما تحدث الأستاذ حاتم الفلاحي بأنها بدأت تشعر بالخطر بوجود حكومة الكاظمي؟ يعني هل هذا الأمر إلى أي مدى تتفق معه؟ أولا لابد أن نقر بأننا لا توجد في العراق دولة، نحن في منظومة لا دولة، وبالتالي ما تفعله الميليشيات لأنها أعلى من الدولة وأعلى من كل الأجهزة الحكومية الحالية والسلطات الحكومية تعتبرها تابعة لها، وبالتالي هي الأقوى وهي الأكثر فاعلية، لا سيما أن كل الأجهزة الأمنية تمتلكها. ولذلك عندما أراد الكاظمي بعد استعراض ميليشيات الحشد داخل المنطقة الخضراء والمعلومات التي تأتينا من أطراف سياسية تقول أن الكاظمي عند دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الخضراء احتمى بالسفارة الأمريكية، وهذا يؤكد على عدم قدرة تصدي كل تلك القوات الحكومية لهذه الميليشيات التي دخلت عنوة إلى المنطقة الخضراء التي تعتبر رمز العملية السياسية، لأنها تضم البرلمان وتضم مجلس الوزراء وتضم كذلك رئاسة الجمهورية. وعلى هذا الأساس حقيقة بعد نصيحة أمريكية بدأ الكاظمي بعملية استبدال القوات الحكومية ولا سيما اللواء 56 ما يسمى حفظ النظام، لأنها كلها مهيمنة عليها من قبل ضباط دمج تابعين لنور المالكي، ولذلك هنا جاءت زيارة الكاظمي إلى المالكي. الميليشيات الحشد لا تعترف بوجود حكومة، وكل هذه المؤسسات تعتبر أنها هي الأعلى في هكذا نظام، وقد اعترف مسؤولهم في تسريب
صوتي وهو مسؤول ميليشيات الحشد أبو فتك بأنه لا وجود للدولة حتى يتم محاسبة أفراد أو عناصر أو مسؤولي ميليشيات الحشد الشعبي بالجرائم التي ارتكبوها. وهذا الاعتراف يؤكد حقيقة أننا حقيقة أمام صراع لتلك القوى للهيمنة على مقدرات العراق، وبالتالي من أجل زيادة فرصة توسعها. أما ميليشيات الحشد فإنها تريد الهيمنة لاستمرار قوتها المستمدة من هذه الدولة كما تفضلتم، لأن سلاحها سلاح من الحكومة وكذلك رواتبها من الحكومة، وأموالها التي تسرقها هي أموال الشعب العراقي. ولهذا حقيقة هم يتصارعون من أجل البقاء ومن أجل نفوذهم، وكلهم قد فشلوا في بناء نظام سياسي أو بناء دولة يمكن أن تخدم الشعب العراقي. فالميليشيات تعتبر نفسها هي الدولة الأصلية، وكل ما تأتي من سلطات حكومية وما إلى ذلك هي تابعة لها. أستاذ عبد القادر، هناك تصريحات وتسريبات تتوالى من أن البنتاغون بصدد الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي لتوجيه ضربات عسكرية إلى مواقع الحشد داخل العراق. هل ترى أن هذا سببا في تبدل مواقف الحشد في النظر إلى ضرورة القانون وضرورة الدولة، مثلما حصل في تغيير التصريحات لدى الحشد في الأيام الماضية بعد يومين من الاعتقال؟ تغيير التصريحات جاءت بعد توافقات ما بين نور المالكي والكاظم، الذي اطلع المالكي على أنه ربما حتى الاعتقال الذي يروج له لقاسم مصلح هو اعتقال أمريكي وليس اعتقال حكومي. وبالتالي معلوم تماما أن قيادة العمليات المشتركة لا تتبع للسلطات الحكومية، هي بالمباشر ترتبط مع الجيش الأمريكي. وعلى هذا الأساس إلى هذه اللحظة فإن الاعتقال والتحقيق لقاسم مصلح لا زال في قيادة العمليات المشتركة، ولا سلطة لكل وزارة الدفاع والداخلية عليها. بالتالي يعلمون تماما هذه الميليشيات أنهم يواجهون الولايات المتحدة الأمريكية وأنها قادرة على استخدام القوة والتفويض. ولذلك هم حقيقة عندما تبرز لهم تصريحات فوضوية وتصريحات ربما تكون قوية بالإعلام، لكنهم في داخل الملف هم يتوددون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو تبديل هذه التصريحات جاء برغبة إيرانية، لأن قاآني زار بغداد سرا حسب مصادر مطلعة، وقد رجع وقد نصحهم بعملية التهدئة من أجل أن لا تكون هناك استهدافات بشكل مباشر عن طريق الطائرات المسيرة لمسؤولي الحشد. ولذلك حقيقة هذه التبديل له علاقة بعملية كشف الوقت، لأن إيران تريد الانتخابات القادمة تجري في موعدها في الشهر العاشر من أجل أن يستحوذ على تشكيل الحكومة والبرلمان ميليشيات الحشد، لأنها قادرة الآن على تزوير الانتخابات بقوة السلاح. وبالتالي معلوم تماما أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة بعد الاستعراضات الأخيرة، وأنه حتى لا وجود لأجهزة أمنية تحمي نفسها فضلا فكيف لها أن تحمي الشعب العراقي. بهذا الإطار حقيقة تأتي تبدل التصريحات من أجل كسب الوقت ومن أجل تفادي الضربات الأمريكية التي كشفت بعض أطرافها أنها لها علاقة بعملية التأجيج، ولا سيما أن اليوم أو أمس تم إحباط هجوم بخمس صواريخ باتجاه قاعدة حرير في أربيل من المناطق الشمالية. على هذا الأساس حقيقة أن إيران أيضا لها علاقة مباشرة في عملية المفاوضات النووية التي تجري في فيينا. فلذلك تبديل المواقف أن هذه الميليشيات لا تمتلك القوة والقدرة، إنما تمتلك فقط لأنه لا وجود لحساب عليها، وأنها فوق كل القوانين، وأن كل ما يجري من المؤسسات التشريعية القضائية والبرلمان كله خادم لها. فلذلك هي تستفرد، لكنها عندما تسمع أن هناك مواجهة دولية وأن تفكيك الحشد أصبح مهمة، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار قرار اليوم الذي صدر بسحب الفرقة الخامسة للجيش الحكومي من ديالة إلى الأنبار، له علاقة هل ستبقى هذه الفرقة في الرمادي، أين سيكون انتشارها؟ إذا ما كان انتشارها في القائم فإننا أمام مرحلة تسكير الحدود على الميليشيات ومرحلة زيادة الضغط الأمريكي على سحب هذه الميليشيات من بعض المناطق. لذلك إيران تناور في هذه التصريحات.
نعم، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ ضياء الشمري، من حيث التوثيق لعملية للجرائم التي ترتكب ضد المتظاهرين، الجرائم مستمرة، قتل الناشطين، قتل المتظاهرين، تهديد حتى للتجار بالقتل، عمليات الابتزاز مستمرة، كلها تصب في مصلحة ميليشيات في العراق، يعني تحتكم حتى على القانون وهي فوق السلطة في العراق. ترى المنظمة الدولية أو المنظمات الدولية الإنسانية في العالم كيف تنظر إلى ما يجري في العراق من جرائم مستمرة مع وجود التوثيق المستمر لها ومع اقتراب الانتخابات التي يتم التحضير لها في العراق وليستمر نزيف الدم؟ يعني حقيقة الموضوع الموجود في العراق من بداية الاحتلال ولحد الآن، وبالآونة الأخيرة طرخ زميل المتحدث أنه قال المفاوضات الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالنسبة للتسلح النووي أو بعض المشاكل المتعلقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إذن هو قرار بالبداية قرار سياسي، وهذا القرار السياسي الولايات المتحدة تطلب من إيران سحب الميليشيات من العراق ولا تتدخل بشؤون الميليشيات، مقابل إرضاء إيران بعض المفاوضات وبعض التدخلات في الشؤون العراقية بصيغة غير مباشرة. الموضوع الإشكالي بالوقت الحاضر، الولايات المتحدة تعلم جيدا من هو أقام بقتل العراقيين، من هو الذي يحمل السلاح المنفلت، ومن هو يقوم باعتقال وخطف المتظاهرين. إذن الموضوع ليست موضوعا حقوقيا إنسانيا، وإنما الموضوع سياسي. هنالك مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران لها تدخل مباشر ليس في العراق وإنما في كثير من الدول العربية، لا أريد أن أتطرق إلى هذا الموضوع، ولكن في العراق بالوقت الحاضر الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض ضغط على إيران من قبل أنه يتفاوضون معهم. لحد الآن هي ما صارت جلسة مباشرة في فيينا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، صارت مفاوضات على أطراف المفاوضات أنه ينقل كلام وتجي الكلام، يعني ليست مفاوضات مباشرة. العداء الموجود بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو عداء سياسي. نعم. هذه نقطة أستاذ، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ حاتم الفلاحي. ضمن إطار المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران، هل من الممكن أن تطلب الولايات المتحدة من إيران سحب ميليشياتها في من العراق، أم ستستمر الإرادة الإيرانية بأن تكون هذه الميليشيات حرسا ثوريا في العراق من وجهة نظرك؟ نعم، أنا أعتقد بأنه في تقديري بأنه يتفق الجميع بأنه المنطقة بشكل عام تراجعت أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي هي تقوم بسحب الكثير من هذه القوات للمناورة بها في مناطق أخرى ساخنة، وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الصين في آسيا. وبالتالي عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أو من العراق أو من مناطق أخرى من المنطقة يأتي في صلب هذه الاستراتيجية بالخروج من هذه الحروب العبثية التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ولكن بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية تريد مصالحها، سواء كانت إيران أو سواء كانت غير إيران، سواء كانت في العراق أو غير العراق. وبالتالي لماذا تصر الآن مثلا إيران وميليشيات الحشد الشعبي على خروج القوات الأمريكية من العراق؟ لأن هم يعرفون جيدا بأنه هذه الميليشيات لن تستطيع أن تسيطر وتستحوذ على الشأن العراقي كما حصل مثلا في اليمن إلا بخروج القوات الأمريكية المتواجدة في العراق. لذلك هم يصرون على عملية خروج القوات الأمريكية من العراق بأي ثمن، ويقومون بضربات متتالية بإيحاء من إيران وبأوامر من الحرس الثوري الإيراني لغرض إجبار القوات الأمريكية على ترك المنطقة. لذلك نحن حقيقة أمام صراع مركب. هذا الصراع، هناك صراع داخلي على الدولة، وهناك صراع إقليمي لسيطرة إيران على العراق بشكل كامل، وهناك صراع دولي للمحافظة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في المنطقة. ولكن بشكل عام يعني دعني أقول بأنه إذا جئنا لتفكيك المشهد العراقي بشكل عام، نجد أن هذه الميليشيات وصلت إلى مرحلة
هي تستحوذ الآن بشكل كامل على الدولة. من فكك مصفى بيجي وقام ببيع هذا المصفى هي ميليشيات الحشد الشعبي. من قام بتغييب الأبرياء في الأنبار وفي صلاح الدين وفي الموصل بحيث هذه المناطق وصلت الأعداد إلى أكثر من 12,000 إلى 18,000 مغيب لحد هذه اللحظة. من يسيطر على المناطق في مناطق السنة ولا يرفضون الخروج منها هي ميليشيات الحشد الشعبي. إذا نحن نتكلم عن ملفات كثيرة لهذه الميليشيات صمتت عنها الدولة في الفترة الماضية وبتأييد من إيران. يعني عندما يخرج رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ويتكلم بأنه دخل في وساطة لغرض إرجاع جرف الصخر، يقول وإذا بهم يقولون لي يا بد لك أن نتكلم مع إيران، ثم بعدها قال يجب أن تذهب إلى لبنان. نرى بأن مدى التأثير الإيراني في الشأن العراقي بشكل كبير جدا عن طريق هذه الميليشيات. لذلك الوضع العراقي لن يستقر بهذه القضية. يعني هذه قضية مال قاسم مصلح أنا أعتقد أنها ستؤجج الوضع بشكل كبير جدا. الدولة لحد هذه اللحظة يعني هذا الإجراء عاجز بالنسبة للكاظمي أن يقوم باعتقال شخص ثم تقوم الدنيا ولا تقعد بها بهذا الأسلوب. عندما يعتقل أي شخص بتهم جنح يعني في القانون العسكري العراقي الجنحة يتم تشكيل مجلس تحقيق ويحال إلى المحاكم، ولكن عندما يتهم بجناية بقتل متظاهرين يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يصدر أمر باعتقال أي شخصية كانت لغرض المحاسبة وما إلى ذلك. مدينة الموصل عندما تم محاكمة الغراوي وغير الغراوي ألم تصدر عليهم مذكرات اعتقال وتم إلقاهم في السجن وما إلى ذلك؟ يلقى في السجن ويبقى بريء حتى تثبت إدانته في هذه الملفات. ولكن على أن تقوم ميليشيا الحشد الشعبي باستعراض بالأسلحة وتهدد باعتقال الكاظمي واعتقال أبو رغيف وقطع آذان الكاظمي، أنا أعتقد بأن هناك إشكال حقيقي. لا توجد دولة، توجد هناك عصابات في المشهد العراقي. هذه العصابات تأتمر بمرجعيات خارجية، ولكن في نفس الوقت هي تقول بأني ضمن الإطار العام للدولة. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية سواء كان على وطبعا هذه الإجراءات جميعها تصمت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا. يعني رغم هذه الإدانات لا قيمة لها على المستوى، يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لهذه الميليشيات لكي تقف عند حدود معينة. يعني تتوقع فعلا وفق التسريبات والتصريحات التي خرجت ممكن أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية؟ أنا أعتقد في هذه الفترة لا أعتقد بأنه ستكون هناك ضربات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يحسم الملف النووي الإيراني بأي اتجاه ستذهب هذه المفاوضات التي تجري في فيينا. وعندئذ يمكن أن تكون هناك تفاهمات مع إيران بالنسبة لهذه الميليشيات، لأنه إيران الآن اتجهت الفترة الأخيرة إلى تشكيل ميليشيات سرية. يعني هذا العدد الكبير أصبح يشكل عبء كبير جدا على القيادة الإيرانية، وبالتالي يجب أن تشكل هناك قوات من النخبة، قوات أمنية وسرية تقوم بتنفيذ عمليات نوعية بعد أن يتم تدريبها وعلى كثير من الأمور التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير جدا في المنطقة. نعم سيد عبد القادر النايل، ما تداعيات عدم وجود دولة في العراق وتسيد الميليشيات؟ من المؤكد تماما أن العراق يعيش بهذا الإطار، فهو مزيد من الفوضى، وبالتالي لا يوجد هناك أي نظام سياسي يمكن أن يتحاكم إليه الشعب العراقي، لا نظاما اقتصاديا ولا صحيا ولا تعليميا، فضلا على أن النظام الأمني هو منهار ولا يوجد هناك من يحمي الشعب العراقي، بدليل لا زالت الاغتيالات والاعتقالات. فقط الأمم المتحدة تقول أنها وثقت 48 حالة اغتيال و20 حالة إخفاء قشري، وأن لا وجود لسلطة قضائية. ولذلك عندما اختار المتظاهرون في ثورة 25 آيار قبل عدة أيام ساحة النسور هو للدلالة الواضحة على عدم وجود هناك دولة، عندما تظاهروا أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام دائرة المخابرات وأمام سفارات الدول الكبرى في بغداد. على هذا الأساس حقيقة فإن التداعيات لا زالت خطيرة، والعراق يذهب إلى الفوضى ويذهب إلى عدم الاستقرار لعدم وجود هكذا نظام دولة، وبالتالي مزيد من الأزمات القادمة على جميع المستويات الاقتصادية وغيرها، فضلا على قرب الانتخابات، لأن هذا هناك تصعيدا آخر من نوع آخر. ولذلك حتى إذا سلمنا أن الكاظمي هو من اعتقل قاسم مصلح، لأنه هذا يأتي في إطار الاصطفاف الكاظمي مع ميليشيات سرايا السلام ومقتدى الصدر من أجل التنازع على رئاسة مجلس الوزراء القادمة في الانتخابات القادمة، لأن الاستعراضات التي مضت لسرايا السلام في بغداد ثم عقبتها استعراضات ربع الله وهي حزب الله باسم جديد كلها توحي إلى أن هناك تصعيدا حقيقيا على هذا الملف
في داخل أورقة السلاح وأمراء السلاح وأمراء الطوائف وأمراء الميليشيات بطريقة واضحة تماما. في هذا الإطار حقيقة نحن نشهد فوضى، لا سيما أن المعلومات المتوافرة والمتواترة أن هناك استعراض للميليشيات يجري التحضير له في يوم 13/6 من هذا الشهر، يعني نحن أمام أسبوعين أو أقل من استعراض سيكون في بغداد بحجة الاستعراض أن هناك ذكرى تاريخ إعلان الفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها السيستاني والتي كانت المصدر في عملية تكوين هذه الميليشيات. كل المراقبين يرون أن هذا الاستعراض لن يكون استعراضا لهذا اليوم أو لهذه الذكرى، لا سيما أنه أول مرة تحدث أن هناك استعراضا في هذا التوقيت لهذه الذكرى، لم يسبق له هذه القضية في الأعوام الماضية. هذا يؤكد على أن هناك تحضيرات أخرى جديدة ستضيف مشهدا دمويا ومشهدا فوضويا ومشهدا يصل إلى مرحلة الانسداد السياسي داخل بغداد والعراق. نعم أستاذ ضياء الشمري، يعني مع استمرار المشهد الدموي في العراق، هل تتوقع أن يكون هناك تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لما يجري في العراق، مع أن الأمر يحتكم فقط للقانون الأمريكي؟ المجتمع الدولي قاعد ينظر ويراقب ما يحدث بالعراق، وخاصة تصريحات المسؤولين الأوروبيين بدت يعني تشمئز مما يتعامل الحكومة العراقية والميليشيات والقتل الذي يحدث في العراق، وتبعث برسائل حتى برسائل إلى الإعلام العالمي حتى تبرئ نفسها من موقفها الإنساني اتجاه العراق. هنالك عمليات مشتركة مع رئاسة الوزراء لكيفية إصلاح الوضع في العراق، هم لا يريدون، الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون أنه بهذه حكومة الكاظمي أنه تنتهي وتأتي بحكومة أخرى أو ينقلب 100% على الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة، وإنما يريدون بالتدريج العملية حتى تكون عملية منظمة. يجب عليهم أن يدرسوا هذا الموضوع، دراسة هذا الموضوع بالتأخير راح يكون فترة طويلة. يعني الناطقة باسم الولايات المتحدة الأمريكية باسم البنتاغون صرحت قبل 3 أيام، قالت يعني بالتصريح مالها قالت إنه العراق إذا يمكن إعادتك إلى المجتمع الدولي وبصيغتك كعراق كدولة يعني من ضمن هذا المجتمع الدولي يحتاج ل 20 سنة، يعني إحنا لازم ننتظر 20 سنة حتى نرجع إلى المجتمع الدولي، لأنه بالوقت الحاضر يعني المتكلمين والمتحدثين عن هذا الموضوع لا توجد دولة بالعراق، لا توجد دولة بالعراق ولا تحترم الدولة في العراق. حقيقة لا يوجد احترام للدولة العراقية في كل العالم ما عدا بعض الأقطار الدول العربية، يعني يطبلون ودول بيناتهم. الوضعية الموجودة في العراق وضعية يعني حقيقة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى ينتظر طيلة هذه الفترة، والتصريحات الموجودين من قبل المسؤولين والسفراء يعني قاعد نشوفها واضحة. نعم. بقتل المتظاهرين بالقتل المتعمد والسلاح السائب والميليشيات والعصابات هذا وسرق أموال الدولة. واضح أستاذ ضياء، نشكرك شكرا جزيلا. أنتقل فقط بأقل من دقيقة أستاذ حاتم الفلاحي، بالنسبة لتصريح وزير الدفاع وتلويحه جمعة ناد وتلويحه بعدم السماح بأي استعراض عسكري خارج إطار الدولة، هل ترى أن هناك في الأيام القادمة أحداثا سنشهدها؟ نعم، أنا أقول في تقديري بأن هذا لازلنا أمام تصريحات، هذه التصريحات إذا لم تقترن بأفعال على الأرض فلا قيمة لها، يعني علما بأنه الجيش دائما هو يكون هو الركيزة الأساسية للأمن الوطني في أي بلد من البلدان، وبالتالي يجب أن يفرض الجيش يعني سطوته وقوته على المشهد العراقي بشكل كبير جدا. يعني هذه القوات هي قوات رديفة، القوات الرديفة لا يمكن لها أن تحل محل القوات الأساسية للجيش العراقي. يجب على قيادة الجيش، قيادات الجيش في كل المناطق، أن تأخذ دورها القيادي في مسألة إحكام السيطرة على المشهد داخل هذه المحافظات، وعدم السماح لهذه الميليشيات أن تقوم بالعبث بالأمن الوطني، سواء الأمن السياسي أو الاقتصادي وما إلى ذلك من أمور. أنا أعتقد بأنه الحشد الشعبي الذي لم يسمح باعتقال أحد قياديه كيف سيسمح
في الانتخابات القادمة أن يصلون إلى سدة الحكم والسلطة في العراق شخصيات هي تقف بالضد من المشهد النفوذ الإيراني ومن السطوة التي تفرضها هذه الميليشيات على المشهد العراقي. نحن أمام إشكال حقيقي حتى في مسألة الانتخابات القادمة إذا حصلت في موعدها المقرر. شكرا لضيوفي الكرام، الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام لوجودك معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ضيفي عبر الهاتف من عمان، وشكرا جزيلا للأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية في أمان الله.